بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل بعد هذه الفترة من الانقطاع لمدة شهري محرم وصفر، عزاء على سيدنا ومولانا المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعود وإياكم لكي نكمل إن شاء الله هذا البرنامج المبارك، ونسأل الله بحق الحسين أن نوفق إن شاء الله لإيصال رسالة العلم والعلماء عبر هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية. رحبوا معي أحبائي الكرام بضيفي الكريم سماحة السيد مناف الجزائر، حياكم الله سماحة السيد. الله يحييكم. الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا أحييكم أخي المحترم حسين الأميري، وأحيي جميع الإخوة والأخوات المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لخدمة الدين وإحياء أمر محمد وآله الطاهرين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. متفضلين علينا سيدنا، مجيئكم أعطاكم هذا الوقت الثمين، بارك الله بكم، الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا أذكر السادة المشاهدين بالإمكان إرسال أسئلتكم عبر الرقم الظاهر على الشاشة، وأيضا بالإمكان تسجيل فيديو قصير وإرساله لنا إن شاء الله. الشخص يسأل السؤال الفقهي ونحن نعرض هذا الفيديو إن شاء الله في الحلقات القادمة من خلال برنامج توضيح المسائل. نعم سيدنا العزيز، نرجع إلى أسئلة الأخوة، الله يبارك بهم ويرعاهم. حقيقة أكو أسئلة هواي متأخرين عن الإجابة عنها، يعني لأنه فترة الانقطاع كانت في محرم وصفر. نسأل الله بحق الحسين العودة لكم ولنا إن شاء الله لخدمة سيد الشهداء سلام الله عليه. نعم لدينا سؤال سماحة السيد أحد الأخوة الأعزاء، يقول السلام عليكم سماحة السيد، هل يجب اللعن في الزيارة المعروفة زيارة عاشوراء 100 مرة؟ هل يجب اللعن؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قضية زيارة عاشوراء هي من الزيارات الواردة والمؤكد عليها عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويعني فيها فوائد كثيرة وآثار وضعية كثيرة، خصوصا من يداوم عليها سواء كان في الدنيا أو في عالم البرزخ، وشفاعة أهل البيت عليهم السلام خصوصا الإمام الحسين سلام الله صلوات الله والسلام. ولكن هي بحد ذاتها مستحبة، زيارة عاشوراء بأجمعها مستحبة، واللعن 100 مرة والسلام أيضا 100 مرة هذه من مكملات هذه الزيارة، يعني حسب ما وردت. أتخطر بالي أنه الإمام الصادق عليه السلام يوم من الأيام علم أحد أصحابه في الدعاء، اسمه دعاء الغريق، وهذا احنا محتاجين الى خصوصا في هذا الزمان. كان يتحدث عن زمن الامام الثاني عشر المهدي المنتظر الرحمه على التراب المسلمين الفداء، ويتحدث عن غيبته صلوات الله وسلامه عليه، فكان يبين لهذا الشخص بان يكون وقت صعب وفيه فتن كثيره وفيه من ينحرف عن عقيدته الحقة للأسف الشديد، فقال له عليك بدعاء الغريق. قال له وما هو يا ابن رسول الله؟ قال له أن تقول
يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، هذا يسمونه دعاء الغريق في زمن غيبة الإمام الحجة المنتظر أرواحنا لتراب مقدمي الفداء. وواقعا أنه يحتاج الإنسان المؤمن على الثبات والاستقامة على هذه العقيدة. فهذا الشخص عندما أراد يكرر الدعاء أضاف من عنده شيئا. نعم، شنو قال؟ قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار. جميل، هاي كلمة والأبصار هو أضافها من عنده، ثبت قلبي على دينك. فالإمام عليه السلام التفت إليه وقال له قولوا ما قلنا لكم ولا تزيدوا من عندكم شيئا. جميل جدا، لأنه الدعاء أو الحديث الوارد عن أهل البيت عليهم السلام منزلته كمنزلة القرآن، الآيات القرآنية، لأنه المعصوم ما ينطق من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هاي بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فكذلك الأئمة يعني سلام الله عليهم، سلام الله عليهم، فما يقولون شيء من عندهم، فحتما بها حكمة. قال لا زيد شيء من عندك، مثل ما علمناكم أنتم طبقوا. جميل جدا، فشاهدنا على أنه هذه إذا مذكورة بالزيارة بأن 100 مرة لعن 100 مرة سلام، هذه من باب الأكملية الأفضل. أما إذا واحد لا ما عنده وقت مثلا، وطبعا هذه 100 مرة لعن أو 100 مرة سلام مو شرط أنه في نفس الآن في نفس الوقت اللي قرب زيارة لازم يقولها، لا، يقدر يأجلها إلى وقت آخر، مثلا في فترة طويلة إلى أن يكمل هذه 100 مرة، فما في إشكال من باب الأكملية. أما إذا ما عنده وقت، ما يعني يستطيع أنه واقعا الوقت عنده ثمين ومشاكل، يكفي مجرد الزيارة. جميل، ما يحتاج أن يكرر 100 مرة. أحسنتم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. أيضا لدينا سؤال من أحد العلويات من إيران، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل ما حكم المصور إذا رأى المرأة بدون حجاب، إذا شاهد المرأة بدون حجاب، يعني إذا صورها، قصد أهل العلوية، بدون حجاب، هل يجوز أن يصور الرجل المرأة بدون حجاب؟ وشكرا، جزاكم الله خير الجزاء. يمكن هذا الموضوع سماحة السيد جدا جدا مهم، كثير من أخواتنا المؤمنات يمكن ما تعرف، حتى بالنسبة إلى الدكتور سماحة السيد موضوع أيضا جدا مهم. نعم، كثير من الأخوات تذهب إلى الدكتور تقول هذا دكتور يجوز له أن يكشف علي، ولكن أعتقد الشارع المقدس يحرم ذلك سماحة السيد. طبعا صار الآن عندنا فرعان. نعم، فرع للمصور، المصور والصورة الفوتوغرافية ومشاكل، هذه مو من ضروريات. نعم، الحياة. وقطعا إذا كان شخص أجنبي يعني مو من محارمها يصورها، قطعا ما يجوز، ما يجوز أن ينظر إليها. نعم، وهي مثلا عارية بدون حجاب، فهذا شيء محرم. أما بالنسبة إلى الدكتور، لا، الطبيب القضية تختلف. الفقهاء يستنبطون من كلام أهل البيت عليهم السلام ومن القرآن الكريم بأنه الطبيب إذا استطاع أن يعالج الجنس المخالف، يعني إذا كان هو الطبيب رجل والمريض امرأة، إذا استطاع أن يعالجها من دون نظر، من دون نظر، نعم، فيعني إلى مكان جسدها أو مشاكل، فيجب عليه ذلك. نعم، ومرة لا، بأنه نظر، نعم، بدون لمس، بدون ما أن يخلي إيده أو كذا، أيضا هنا يجب. فإلها مراحل. إذا اضطر الأمر من باب الاضطرار، إن لابد من ذلك، وماكو طبيبة معالجة لهذا الأمر. نعم، زين، هذه بالنسبة إلى جسمها العام. أما إلى العورة فأيضا هذه مسألة تختلف، يعني في مواضعها إلها مراحل، فيجب أن يراعي الطبيب تلك المراحل، مو مجرد رأسا ينظر ويلمس وكذا، يقول لك أنا طبيب. نعم، ف
فما يجوز ذلك، يجب أحسنتم. أن يراعي تلك المراحل. أحسنتم سماحة السيد. نرجع إلى التصوير سيدنا العزيز. نعم. الكثير والكثير من أخواننا بالعراق وخارج العراق والدول الإسلامية أنه بيوم الزواج يروحون للمصورة إذا صحة العبارة، يعني هناك مرأة هي اللي تصورهم. نعم. ولكن لا توجد تلك الثقة العمياء إذا صحة العبارة أنه ما راح يشوفها رجل هاي الصور، ما راح يضيف عليها أشياء إذا صحت العبارة فوتوشوب أو ما شابه ذلك. نعم. فشنو حكم هذا سماحة السيد؟ إذا كانت مثلا امرأة المصورة امرأة هذا جائز. نعم. أما في أثناء مثلا إظهار هذه الصور وما شاكل شخص أجنبي رجل ينظر إليها هذا بإشكال. بإشكال، خصوصا إذا كان يعرف مثلا هذه العائلة، يعرف هذه النساء اللي موجودات، هذا في إشكال قطعا. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا سؤال أو طلب حقيقة من إحدى الأخوات تريد دعاء أو آية قرآنية لتعجيل الزواج وخصوصا للمطلقات سماحة السيد. نعم طبعا، يعني هذا مو بحثنا. نعم. مورد موضوعنا أنه المسائل الشرعية والفقهية، ولكن مع ذلك إن شاء الله نبين اللي نقدر عليه، وأكو أدعية مجربة في هذا الباب. نعم. حتى في مفاتيح الجنان، كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، رحمة الله، وردت، وفي بقية كتب الأدعية وردت أن هناك صلاة معينة لطلب الزواج. جميل جدا. ركعتان يصليهما الشخص الذي يريد الزواج سواء كان ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة. نعم. يصلي هالركعتين ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل بدعاء موجود في مفاتيح الجنان، يطلب من الله عز وجل الزواج والستر، ويطلب من الله سبحانه وتعالى العفة والاجتناب عن الحرام وما شاكل، موجود هو دعاء. نعم. قصير. وأيضا غير هذه الصلوات والأدعية الواردة اللي ذكرناها في مفاتيح الجنان وما شاكل من كتب الأدعية، أكو فد أعمال مجربة، هذه عامة لجميع المعضلات ولجميع المشاكل والاحتياجات اللي يحتاجها الناس. أكو عمل مجرب أنه الإنسان يصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 13 مرة. 13 مرة يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ويبقي صلاة واحدة اللي هي 14، هاي بمقدار المعصومين 14. نعم. يقول 13 من عدها يصلي على محمد وآل محمد، ويخلي 14 رقم 14 من الصلوات يخليها إن قضيت حاجته، ويهدي هذه الصلوات إلى الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه، صلوات الله وسلامه. أيضا مجربة في قضاء الحوائج، وخصوصا الحوائج المستعجلة اللي يعني وقتها ضيق وتحتاج إلى ما تحتاج إلى تأجيل، هذا عمل. وعمل أيضا مجرب هذا الورد الوارد في بعض الكتب للدعاء، وهو نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بربوبيتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا أبا الغيث أغثني، يا علي أدركني. هذا الشخص يكرره 120 مرة. جميل. تقضى حاجته إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. قبل أن نطلع فاصل سماحة السيد، أيضا هناك طلب مشابه حقيقة من أحد الأخوة يريد دعاء للذرية، نسأل الله بحق الحسين لجميع الأخوة اللي يطلبون الذرية إن شاء الله. إلهي. إن شاء الله عاجلا قريبا يبتشرون إن شاء الله. نعم. ويفرح قلبهم إن شاء الله بذريتهم. نسلمكم الله. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يرزق كل مؤمن ومؤمنة ذرية صالحة إن شاء الله موالية لأهل البيت. نعم. ورد عن أهل البيت عليهم السلام بعض الأعمال اللي مجربة أيضا في إعطاء الذرية، و
أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم ذرية إن شاء الله. العمل الأول أنه في أوقات الصلاة الثلاثة، عند صلاة الصبح أو عند صلاة الظهر أو عند صلاة المغرب، هذه ثلاثة أوقات اللي مذكورة بالقرآن، لأن هي أوقات الصلاة بالقرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثلاث أوقات، سواء هو الرجل أو المرأة، والأفضل الرجل، يعني هو اللي أذن بهذه الثلاثة أوقات إذا كان في البيت، بحيث صوته يدخل إلى جميع أنحاء البيت بالغرف، زين، عامة البيت، يعني يرفع صوته بشكل مو صياح، بحيث صوته يصل إلى جميع زوايا الدار وغرف البيت ومشاكل، يأذن أذان بحيث صوته ينتشر بالبيت. هذا عمل. العمل الثاني أن يداوم عليه دائما في كل صلاة، سواء كانت صلاة واجبة أو صلاة مستحبة. عند القنوت، عندما يقنت يقرأ هذه الآية: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، بنية طلب الذرية: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع إلى خدمة. الله يسلمك. أحبائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، نعود وإياكم لكي نكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل. ضيفي الكريم سماحة السيد مناف الجزائري، حياكم الله سماحة السيد. الله يحييكم. الله يسلمك. الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. طبعا أذكر السادة المشاهدين مرة أخرى بالرقم الظاهر على الشاشة لكي يتسنى لكم إن شاء الله تعالى إرسال أسئلتكم الفقهية، وأيضا بالإمكان إرسال فيديو مسجل لأي شخص عنده سؤال فقهي تحدث مع سماحة السيد إن شاء الله، وراح نستخدم هذا الفيديو في الحلقات القادمة إن شاء الله. يطلع ويانا الشخص اللي عنده سؤال فقهي ونحن في خدمتكم إن شاء الله تعالى. نعم سماحة السيد، أيضا لدينا سؤال حقيقة هو أيضا خارج عن نطاق البرنامج، عن الأسئلة الفقهية. أحد الأخوة الأعزاء يقول: سلام الله عليكم، طبعا هو اسمه حسين، سؤالي: ما هو الفرق بين السنة والشيعة؟ نعم، طبعا قد ما نمر على كلام الفقهاء، كلام العلماء في المعنى اللغوي للسني والشيعي، يقولون بإجماعهم باتفاقهم: السني هو من تبع سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني يتبع أقوال النبي وأفعال النبي وتقارير النبي، هذا شخص يقول له سنة. الشيعي أيضا من تابع أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، هذا يطلق عليه شيعي. وكلمة الشيعي أو لفظة الشيعة في القرآن الكريم ذكرت عدة مرات: وإن من شيعته لإبراهيم فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فكلمة الشيعة يعني التابع من باب المشايعة، يعني يتبع شخص، يقولون شايعة تبعة. فهذا المعنى اللغوي. أما المعنى الإصطلاحي، السني من تبع سنة النبي صلى الله عليه وآله واعتقد بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. ولكن هل هناك يعني سني حقيقي وسني واقعي ب
بما هو المراد. نعم. يعني قلنا المعنى السني أنه يتبع النبي بأقواله وأفعاله وتقاريره، والسني الحقيقي والواقعي هو نفس الشيعي. الشيعي هو الذي تبع أقوال النبي وأفعال النبي وتقاريره، بحيث أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وآله عند حجة لا يعتريه شك، خصوصا في قضية خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومن بعده أولاده المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بحيث أن الشيعة يعتقدون، نحن الشيعة نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من الدنيا حتى نصب عليا عليه السلام خليفة من بعده بلا فصل، ليس فقط في قضية غدير قم عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، لا، من أول بداية البعثة في يوم الدار عندما دعا عشيرته، لما الله سبحانه وتعالى أمر قال وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع عمامة وأقاربه لما يقارب بهم 40 نفر، ثم بعد ذلك بيّن لهم بأني مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وإني لا أرى رجلا جاء إلى قومه بمثل ما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فمن منكم يؤازرني على هذا الأمر. وهذا الكلام وهذه الرواية ليس فقط في كتب الشيعة موجودة، بل في صحاح المسلمين موجودة، وفي كتب جميع المذاهب مذكورة. فمن قال من منكم يؤازرني على هذا الأمر فيكون خليفتي ووزيري ووصيي من بعدي؟ فلم يقم من الموجودين أحد إلا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم، وكان آنذاك عمره تقريبا 10 سنين، فقال يا رسول الله أنا أؤازرك على هذا الأمر، قال هذا خليفتي ووزيري ووصيي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. جميل جدا. فنحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من الدنيا، وهذه هي سيرة العقلاء أكيد طبعا، وجميع الأنبياء ما من نبي إلا وله وصي. يعني إيش معنى النبي صلى الله عليه وآله؟ معقولة يعني يخرج من الدنيا ولا يوصي؟ وهو القائل من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية. يعني يصير هو يأمر الناس وهو ما يعمل؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكو عندنا هذا القانون اللي سائد في جميع العالم، حتى الملوك الآن سماحة السيد مثل ما أشوف أكيد عنده ولي عهد. أحسنت. لازم، وكل مؤسسة وكل دائرة زين شوف بيها غرفة للمدير للرئيس وللنائب، هذا قانون النيابة موجود. صحيح. بالمدارس، بالدوائر الحكومية، بالمؤسسات، فحتى إذا صار هذا الرئيس أو هذا المسؤول عنده شغل اتمرض ما قدر يحضر، زين يودي من النائب مات المكان هو اللي يقوم بعمله. فالنبي صلى الله عليه وآله هو سيد العقلاء، فلا بد أن يعين وصيا من بعده. جميل. هذه عقيدتنا نحن الشيعة. أحسنتم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. أيضا لدينا سؤال من إحدى الأخوات تقول السلام عليكم، ما حكم رفع الشعر بدل القراصة الكبيرة للنساء؟ هي بحد ذاتها هذه الزينة والتزين، مع العلم أن أهل البيت عليهم السلام يوصون النساء بالتزين. الإمام الباقر عليه السلام يقول لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها عن الزينة. جميل. لازم أن تكون متزينة، وهذه غريزة حب الجمال موجودة عند كل إنسان، ولكن عند المرأة بمرتبة أعلى من الرجل، تحب أن تظهر مفاتنها ومحاسنها وجمالها، هذا فشيء طبيعي، ولكن المن إلى زوجها، الزوج طبعا في البيت. نعم. أما بالخارج لا، إذا كان يعني بحد ذات هذا العمل أنه رفع الشعر أو وضع
هذه الأشياء الكمالية مثل الشكالة والقراصة ومشاكل بحد ذاتها ما في إشكال، ولكن إذا سببت ريبة، إذا سببت تحريك غريزة الرجال لأجانب، هيصير فيها إشكال من هذه الجهة. جميل جدا. أما إذا بالبيت تريد تلبسها زين ما في إشكال، يم حارمها إلى زوجها بعد، هذا أفضل مستحب تزين إلى الزوج، و يعني وضع الزينة والمكياج وغيره للزوج هذا ما بل هو محبذ ومستحب، أما للأجانب فلا. 100% سماحة السيد راح تكون هناك فتنة. طبعا أكثر المراجع العظام وأنتم أعلم مني سماحة السيد يقولون إذا كان قرص الوجه فقط يسبب فتنة في الشارع وللشباب يجب أن يغطى قرص الوجه أيضا. نعم بلي. أحسنتم سماحة السلام بارك الله بكم. ننتقل إلى سؤال آخر من إحدى الأخوات من جمهورية مصر، تقول عن تسأل طبعا عن أنواع الحج، كم نوع للحج مثلا، وتقول ما معنى حج التمتع. نعم، أقسام الحج هي ثلاثة. نعم، حج التمتع وحج الإفراد وحج القران، وهذا اختلاف موجود بيناتهن بالنسبة إلى الأعمال، بالنسبة إلى الأعمال اللي موجودة. وحج التمتع للذين هم خارج مكة، خارج مكة يعيشون، يعني من بلاد أخرى يجون أيام الحج اللي هي لها أيام معدودة في بداية شهر ذي الحجة. نعم. حج التمتع يصير للذين هم خارج مكة، أما حج الإفراد وحج القران للذين هم داخل مكة. وبالنسبة إلى العمرة بهذه الأقسام الثلاثة، وإن تقدم وإن تؤخر، بالنسبة إلى الهدي، بالنسبة إلى الشعائر اللي أدنا، أكو اختلاف بسيط. جميل. بيناتهن. نعم. أما حج التمتع يطلق عليه حج التمتع لأنه يعني يجب على الإنسان المؤمن المستطيع يعني الكامل الشرائط، يعني الآية الكريمة شو تقول؟ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هاي يسمونها حج التمتع، يعني حجة الإسلام، حج الصيرورة أيضا يسمونها، يعني يصير واجب بالعمر مرة. جميل جدا، هذا حج التمتع. أحسنتم بارك الله بكم سماحة السيد. أيضا لدينا سؤال من إحدى الأخوات تقول السلام عليكم، طبعا هي مطلقة من مدة شهر، وتقول أيضا الآن جاني واحد يريد يشوفني، وهل يجوز أن يشوفني ويخطبني أو لا؟ طبعا جاي يريد تقدم لها الخطبة سيدنا وهي مطلقة صار لها شهر. طبعا الطلاق بشكل عام على قسمين، عندنا طلاق رجعي وعندنا طلاق بائن. نعم. إذا كانت مطلقة بالطلاق الرجعي، لماذا سمي بالطلاق طلاق الرجعي رجعيا؟ لأن بهاي الفترة العدة اللي هي نعم. 3 أشهر، نعم، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 أشهر هاي العدة مالت الطلاق. بهاي الفترة 3 أشهر عدة الطلاق للمطلقة الرجعية، يقدر الزوج أن يرجع إليها في أي وقت إن شاء، يسمونها رجعي. إذن هي زوجة، إذن القاعدة الموجودة المطلقة رجعيا زوجته. جميل. هي زوجة، فما يجوز أن يخطبها بهذه الفترة. نعم. ما يجوز أحد، لأنها صح الآن على ذمة زوج. نعم. بهذه الفترة. أما إذا كان طلاق بائن، والطلاق البائن هم على 6 أقسام. طلاق البائن، إما طلاق خلع، إما طلاق مباراة، إما أن تكون مثلا صغيرة، إما أن تكون غير مدخول بها، إما أن تكون يائسة. فإذا كان طلاق بائن زين وليس لها عدة مثل الغير مدخول بها مثل اليائسة، يجوز. نعم، يجوز أن يخطبها بهذه الفترة، ولكن يجب عليها أن تعتد، إلا اليائس زين، إلا الصغيرة، إلا الغير مدخول بها اللي هذه ما عليها. سماحة السيد، فقط بعد إذنكم نوضح كلمة اليائس للسادة المشاهدين، هناك كثير من السادة المشاهدين
يمكن ما يعرف المصطلحات الفقهية. نعم. لذلك إذا تسمحون توضحون بارك الله يسلمكم. المرأة اليائس نعم تصل إلى فترة من العمر بحيث العادة الشهرية يعني تنقطع عنها. نعم. لا ترى الحيض، دم الحيض اللي هي العادة الشهرية، فهي يسمونها يائس. هذه نعم. ما عليها عدة. نعم. أيضا لدينا أقسام سماحة السيد الهاشمية، أعتقد 50 سنة الوقت المطروح، أنا ما أعرف يعني بالضبط. نعم. وغير الهاشمية حسب الظاهر 40. هذا الوارد. نعم. يعني في ذاك الزمان أنه في الروايات الظاهر تشير إلى هذا المطلب، بأن الهاشمية تصل إلى 60 سنة. نعم. إلى سن اليأس، أما غير الهاشمية إلى 50 سنة. نعم. ولكن هذا متفاوت طبعا، عند بعض النساء يختلف هذا الأمر، يعني من باب الأغلبية. أحسنتم. أي نعم. بارك الله بكم سماحة السيد، الله يعطيكم الصحة والعافية ويعيدكم إن شاء الله ويقويكم دائما على خدمة المذهب والشريعة إن شاء الله. الله يحفظكم. سماحة السيد مناف الجزائري، شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم سيد العزيز. شكرا. بارك الله بكم. الله يحفظكم. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل. نسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين أن نوفق إن شاء الله لكي نكون في خدمتكم أكثر وأكثر من خلال هذا البرنامج المبارك ومن خلال هذه الشاشة المباركة. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.